بس كم يوم يا مختار. ابو عناد نحن مقصرين معكم شيء؟ لا بالعكس، يشهد الله انكم مفضلين. فضلنا على حالنا، هي بلدنا ونحن عم نعمل الواجب، وانا عم حاول كل جهدي اني جنب الحاره اي سؤال واي شك. بعرف والله بعرف، وانت قايل لي هذا الحكي قبل هالمره، بس نحن يا مختار عم ننقلهم على مراحل من قرنه لقرنه، لهيك بدنا المسافه تكون قصيره حتى نحسن نفوتهم على الغوطه. فقلت لحالي بنعمل عنكم محطه كم يوم. اسمع لك، رح أأمن لك شهادة وفاة بقسم واحد وكل شي نظامي، ورح أعطيك كمان سحلية بتحطوا سلاح بالسحلية وبتزبطوا جنازة، ومستعد كمان أأمن لك قبر بالشيخ رسلان، بتحطوا سلاح بالقبر وبتسحبوا سرسقة شوي ورا شوي. مين؟ أنا أبو رعد، خدي الأغراض يا أختي. يسلم ايديك اخي، مفضل والله. الفضل لله، ومن بعده للناس اللي ايدها للخير وقلبها من الله. الله يجزيهم الخير، بس اخي مو لازم نعرف مين هدول الناس. انت بس ادعي لهم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مو انا معمي على قلبي من الولاويل اللي برا، وبدي خلص خلاص، ما عاد عندي خلق. مسكت هيك طاسه مي سخنه ودلقت عليه سخنه مثل جهنم الحمراء، قامت ايده اليسار اندلقت برات المغتسل.